الرسالة الأساسية أنه نوضح أنه اللحن السوري هو يلي أسس لهذه العقيدة. لو ما حملت الألحان والعقائد السورية أكانت إسلامية أم مسيحية على هذه الألحان ما كانت انتشرت لا جغرافيا ولا لقلوب الناس. الرسالة الأساسية الموسيقى السورية التي استند إليها المسلمون والمسيحيون في سوريا أوصلت عقيدتيهما إلى المؤمنين. هلأ في رسالة أخرى هي موازية لكن لا تقل عنها أهمية، إنه اللي عم ينجدوا الأناشيد هن مسيحيين ومسلمين، عم ينجدوا النوعين وهذا شيء شوي جديد. بالعادة تجي فرقة مسيحية تنشد الكنسي وفرقة إسلامية تنشد الإسلامي، لا نحن كلنا سوريين وهي الموسيقى إلنا. بعدين استخدموها الدينين لحمل عقيدتهم، فكل السوريين بينشدوا كل الترانيم المسيحية والإسلامية. رسالة الحفلة هي يعني الرسالة الأولى أنه الديانتين موجودين بهالبلاد، انتشروا بهالبلاد، المسيحيين والإسلام عم بيعيشوا نفس الطقوس، عم بيعيشوا نفس الموسيقى. يعني الألحان السورية هي نفسها أخذت منها الكنيسة وأخذت منها الديانة الإسلامية، عملوا منها الألحان. مشان هيك المسلم يطرب للترتيل المسيحي، كذلك المسيحي يطرب للإنشاد الإسلامي. يعني هي كمان رسالة التعايش والتآلف بسوريا مثل ما نحن تعودنا دائما عليها. نحن هلا موجودين بسوريا من سنتين وأكثر شوي من سنتين، يعني نشتغل هون بسوريا مع السوريين، بدنا نفرجي مثلا تصوير من فرنسا والفرنسيين غير من الحكومة ومن سياساته مثلا. We would like also to build to rebuild bridges between فرنسا وبين سوريا. هالحفلة هي بشكل عام نحن نظمناها بالاس او اس كريتيان دوريون لنورجي المجتمع الغربي والمجتمع الفرنسي بانه سوريا لساتها عايشة، نحن لسه عنا قدرة لننتج ثقافة لأنه نحن أولاد الثقافة هون. كانت SOS كريتيان دوريون، الجمعية الفرنسية SOS نجدة مسيحية الشرق وجمعية الكرمة بسوريا، بالإضافة لفريق لونا للغناء الجماعي